رايق، ده السكوتر بتاعي اللي من غيره ما كناش هنتعب طالع من المستشفى. حد سأل نفسه الحقنة اللي بياخدها في أي مستشفى أو في أي صيدلية بعد ما بياخدها وتترمي في الزبالة بتروح فين؟ انت عايزه الخامه زفره ولا نظيفه ومغسوله ولا انا عايزاها زفره؟ تمام. لسه بتبتدي من الكيس الاحمر ده، كيس له لون مميز عليه علامه نفايات طبيه خطيره. الكيس ده مسؤول عن نقل كل ما هو معدي ومميت. جاهزين تيجوا معايا مخزن متخصص في جمع سرنجات الزفره؟ لا ما بيغسلش ده زفر يعني؟ كل حاجه زفره. ده زراب مش تاجر. فاهمه كله زفر. مفيش مشكله. لا يوجد تسريب لهذه الاشياء لان احنا عندنا متابعه بتتم بواسطه فريق مكافحه العدوى على وضع النفايات الخطره في الاكياس المخصصه ليها. انت بتشوف اللي طالع من الدمرداش؟ ايه برانديه